السلام عليكم، اسمي إيزيان، عمري 21 سنوات. سأتحدث اليوم عن روتيني اليومي. أستيقظ كل يوم في الساعة 7 صباحا وأرتب سريري، أغسل بالماء والصابون، أنظف أسناني بالفرشة والمعجون، أرتدي ملابسي وأمشط شعري، ثم أتناول الفطور وأشرب القهوة، أذهب إلى الجامعة في الساعة 9 صباحا، أركب الحافلة. أنا أدرس في الجامعة ملايا. في الجامعة أتعلم الكيمياء والرياضيات واللغة العربية. أتناول الغداء في الجامعة وسأرجع إلى البيت مع صديقتي في الساعة 6:30. أتناول العشاء مع أسرتي. هذه أمي. اسم أمي ستي فائزة. تطبخ في المطبخ وتجهز لنا طعام العشاء. أساعد أمي في أعمال البيت، أغسل الأطباق وأكنس البيت، ثم أغسل وأكوي الملابس. بعد ذلك أسترخي على الأريكة وأتصفح الشابكة وأشاهد التلفاز قليلا، ثم أعمل الواجب المنزلي. أدخل إلى غرفتي وأقرأ كتابا. أنام في الساعة 11 تقريبا. هذا هو روتيني اليومي. شكرا، مع السلامة.